this when it's a still a multi-systemic disease يعني مش بس ارتفاع في السكر لا ارتفاع السكر اللي بيأثر على كل أجهزة الجسم بلا استثناء فعلا. طب إذا جسم ليس الديفينيشن بتاعه هو نزل في إيه؟ إيه سبب الديفينيشن بس؟ نلاقيها يا إما لاك أو reduced the effectiveness of endogenous insulin. حبايبي كلكم فاهمين لما حالنا في الفيسيولوجي قبل كده البيتا سيل اوف بانكرياس، بانكرياس احنا معنيين بالتايبس اوف سيلز فيها. البيتا سيل اوف بانكرياس اللي هي سكريت الانسولين والالفا سيل سكريت الجلوكاجون. التو سيلز دول مهمين قوي بالنسبه لنا. الانسولين سكريتد فروم بيتا سيل بتفرزه فعلا بس يا اما بيحصل لا ايه او لا بتفرزه بس ريديوز ذا افكتفنس بتاعه. تمام؟ الهايبر فالهايبرغلايسيميا is one aspect of far reaching metabolic derangement. طب المتابوليك derangement ده ايه النتيجة بتاعته؟ يؤدي إلى ايه؟ which causes serious microvascular and macrovascular problems. يعني ايه microvascular؟ micro هي small blood vessels بتأثر على small blood vessels والmacrovascular اللي هي blood vessel اللي أكبر شوية. وهنقول ايه هي المايكروفاسكولار بروبلم وايه هي الماكروفاسكولار بروبلم. المايكروفاسكولار بروبلم اللي هي in the form of retinopathy, nephropathy, neuropathy. retinopathy اللي هو الافكشن retina of the eye يبقى كده هو affect the vasculature in retina. nephropathy للايه؟ الكدم small vessels. neuropathy النيرفس مش النيرفس مش حاجة واحدة لا ده ممكن يأفكت البريفرال نيرفس الكرانيال نيرفس واخدين بالنا ممكن يأفكت كمان الاوتونوميك سنسوري ممكن يأفكت البريفرال نيرفس سواء سنسوري او موتور او ميكسيك كمان والاوتونوميك والكرانيال. اوكي طيب macrovascular problem يؤدي إلى إيه macrovascular problem أو disturbance اللي بيحصل؟ ممكن يحصل stroke، ممكن يحصل myocardial infarction in the eye، ممكن يحصل renovascular disease أو limb ischemia. عايز أسأل المصطلحات دي بالنسبة لكم معروفة ولا أشرح المصطلحات؟ شغال. So think of المفروض ان احنا نفكر ان diabetes mellitus as a vascular disease. Adopt holistic approach. يعني ايه؟ يعني انا لما ببص للعيان المريض بيجي لي ببص له holistic. مش hyperglycemia alone. لا انا ببص ان العيان ده الhyperglycemia والmetabolic derangement اللي موجوده عنده عشان بعد كده لما تطلب investigation توصل للدياجنوز الصح تشوف اذا كان معاه كومبليكيشن ولا لا. نيجي بقى في البريسكريبشن يعني وانت حضرتك بتكتب وشفت العلاج تبقى عارف ان انت هتعالج ايه مش جاست هايبر جلايسيميا فقط لا غير. هوليستيك ابروتش اند كونسيدر اذر كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز ودي طبعا حاجه مهمه جدا 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 كارديوفاسكولار بالنسبه لل diabetic personnel. طيب ننتقل الى point اخرى وهي categories of diabetes. كلنا بنقول diabetes mellitus الراجل ده او الست دي او البنت او الولد عنده diabetes. طيب هل دي categories؟ yes. ايه categories بتاع diabetes mellitus؟ ممكن يكون type 1 diabetes
ممكن يكون ايه تاني؟ تايب 2 ممكن يبقى حاجه يجي تايب 1 بس في ليتر ان لايف او حد كبير شويه بس ممكن يجي. طيب ممكن حضراتكم يجي تايب 2 في سن صغير بس ممكن يجي تايب 2 في سن صغير. طب ممكن في مين تبقى كومبليتلي فري واول ما تجيب البريجنسي تجيب دايابيتس؟ يس ريستريشن اوف دايابيتس. طب ممكن واحد يكون كومبليتلي فري ولما يجي يحصل له ريتنا ديسفانكشن تيرتوسكوزس او كوشنج او اكوميجالي وات ايفر يجي له دايابيتس سكند دايابيتس؟ يس. طب في حد بيجيله congenital يعني due to congenital disease يجي diabetes؟ yes. glycogen storage disease. طب في حد يجيله diabetes نتيجة medication iatrogenic؟ يحصل دكتور أو physician يعمله prescription medication معينة عن طريقها هو بيجيل diabetes؟ yes. يبقى المفروض ان انا اشوف هو ده الكاتيجوريز بتاعته المختلفه ولا وهنقولها دلوقتي. تايب 1 دايابيتس يوجوالي ادوليسنت اونست ممكن يحصل في يانج ايج خالص يعني بيقول بعد السنه الاولانيه من العمر ممكن يجي الطفل الصغير دايابيتس واسمه تايب 1 لكن قبل سنه يجي للعيال دايابيتس بس ما اسمهوش تايب 1 دايابيتس. بعد سنة بعد عمر سنة بنسميه تايب 1 دايابيتس. ايه الكوز بتاعه بقى بتاع تايب 1؟ ليه الدايابيتس دي للادوليسنت او للاطفال الصغيرين؟ نتيجة لانسولين ديفيشنسي. البيتا سيل بيحصل لها ديستراكشن by autoimmune process. بيحصل ان في انتي بوديز بتطلع نتيجه لحاجه معينه هنقولها دلوقتي بتفضل تضرب في البيتا سيل اوف بانكرياس لغايه لما تعمل لها كومبليت ديستراكشن. البيتا سيل عارفين حبايب اللي هي بتفرز ايه؟ الانسولين. يبتدي يحصل الايه؟ التايب 1 دايابيتس. هو الفيرست برزنتيشن لتايب 1 دايابيتس احنا بنقول يا ادوليسنس يا اطفال صغيرين فممكن يجي بفاتيج وبلاز ومش عارف ايه ممكن طبعا بس الطفل كانت اكسبريس هيم سيلف مامته بقى هي اللي هتيجي تقول ده تعبان مدروخ مش عارف ايه. لكن عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه تيجي تايب 1 الفيرست برزنتيشن الدي كي اي او الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس. تخيل كوما وانت واقف حضرتك في الاستقبال ان شاء الله لما تتخرجوا بخير وسلامه باذن الله تبقى واقف في الاستقبال ام جايبه ابنها في كوما. ايه ده؟ لا ما كانش عنده حاجه يا دكتوره بس هي ولا دكتور اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول كان مدروخ كده ونايم على الكنبة شوية وملوش لبس للأكل وزي ما يكون دايخ كده ممكن يجي بطنه وجعان أكيوت أبدومينال بين ممكن يجي بنوزيا وبومتنج عمال يتقايا على طول. الكلام ده هو التشخيص بتاعه دي كي إيه. تبقى حضرتك بقى وأنت واقف في الاستقبال بسرعة نسحب التحاليل ونركب الكانيولاس للبيشنت ونبتدي ايه نتعامل معاه. ممكن يجي بحاجه ثانيه الويت لوس تقول لك كان جسمه حلو قوي يا بيه ومره واحده فضل الوزن يخس 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 مع انه بياكل ياكل حلو قوي الولد ما بيخرجوش من على ترابيزه الاكل ياكل كتير قوي لكن عمال يخس فالويت لوس برضو من الحاجات اللي هي بتبقى فارقه قوي
تايب 1 دايابيتس طبعا في ديفرنس كبير قوي في البادي ويت بتاعه. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من بوينت ثانيه عن قايلاها ان التايب 1 دايابيتس اسوشيتد ويز اذر اوتو اميون ديزيزز. يعني انا المفروض تاخد بالي الطفل اللي عنده دايابيتس تايب 1 ماست سيرش اباوت الاذر اوتو اميون ديزيزز اللي موجوده عنده. ممكن يبقى عنده سيلياك ديزيز، ممكن انتوا خدتوا الجايتي، ممكن يبقى عنده سيلياك ديزيز، ممكن يبقى عنده ثايرويد اوتو اميون ثايرويد ديس اوردر. الثايرويد هتاخدوها بالتفصيل، الثايرويد ديس اوردرز السنه دي ان شاء الله في نفس الكورس بتاعنا. يبقى المفروض ان احنا ما ندور على الاذر اوتو اميون ديس اوردرز ليه يا جماعه؟ عشان يتعالج، عشان اعمله بريسكريبشن للميديكيشن بتاعه، علشان يبتدي امبروف الكواليتي اوف لايف، يحس ان هو زي اي شاب عادي، زي اي طفل عادي بيعرف يلعب ويتنطط ويروح ويجي ويدرس وهكذا. لقوا ان تايب 1 دايابيتس، الناس اللي عندها تايب 1 دايابيتس مور ذان 90% عندها الاتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4 وده جينيتك. واخدين بالنا؟ اغلب الناس عندها اكثر من 90% عندها الاتش ال اي بي سي والاتش ال اي دي 4. طيب لقوا كمان ان التوائم لما الست بتولد توأم بيبقى تقريبا 30% ايدنتيكال بيجي لهم التايب 1 دايابيتس. من كل 100 فيهم 30 بيجي تايب 1 دايابيتس لو جالي واحد بيجي ليه. ولقوا كمان يا جماعه ان في 4 جينز هي المسؤوله عن تايب 1 دايابيتس موجوده على 6 كيو. ليه بقى الجينز دي بتعمل ايه؟ فايدتها ايه وتشابهها؟ هل ليها فايده؟ ده قالوا ان الجينز دي هي اللي بتاثر على الايلت سنسيتيفيتي تو دامج. هي اللي بتحدد الدامج للايلت للبيتا سيل والبانكرياس. واخدين بالنا؟ احنا كلنا موجودين اهو تمام زي الفل. في اطفال صغيره واخدين بالنا ممكن يشربوا الكاو ميلك وما يحصلهمش حاجه، وفي اطفال لا بتبص تلاقي بيحصل له تايب 1 دايابيتس. يبقى ليه بقى؟ لان هو عنده الجين ده اللي بيخلي الايلت سنسيتيفيتي تو دامج. دامج تو ايه؟ لفيروسز. الطفل تبص تلاقيه جاي الاستقبال في كوما، تروح تسال مامته ولادي صوتي واضح واصل لغايه الاخر؟ بس كده تمام. المايك تبص تسال مامته تقول لها هو ما كانش حاصل له حاجه قبل كده؟ تقول لك اللي تقول لك ده كان عنده انفلونزا، واللي يقول لك ده كان عنده جي اي تي جاستروانترايتس. يبقى ده فيروسز اتاك بيتا سيل اوف ذا بانكرياس وبدا يعمل لها ديستراكشن. يعني ممكن يكون قبليه بشهر شهرين ثلاث اربع خمس ست شهور وهي ما تبقاش متذكره، وانت تعمل لها فلاش من كده للميموري بتاعتها تبقى مفتكر. كمان بيحدد الانسولين سنسيتيفيتي تو كروس اكتيفيتي من الكاو ميلك. عشان كده طلعت الـ WHO والـ FDA بقى قالت ايه؟ قالت يا ستات لو سمحتوا الرضاعه الطبيعيه. مفيش حاجه اسمها في الست شهور الاولانيه من عمر الطفل نبتدي ندخل له الكاو ميلك الارتفيشال، ممنوع تماما. احنا كده بنعمل اكسبوزنج اكتر، احنا مش عرفنا ان الطفل ده عنده شهاده اكسبوزنج ولا لا. طيب احنا كده التايب 1 دايابيتس خلصنا كل شيء متعلق ما عدا الديفرنشيشن بعد كده بين تايب 1 وتايب 2 هنبتدي نتكلم عنه بعد كده. الليتر صوت
المرض او اللي احنا بنسميه الليدا. الليدا ده عباره عن ايه؟ عباره عن فور دايابيتس لوور بروجريشن. يعني تايب 1 دايابيتس بيجي ليتر ان لايف. يعني ايه ليتر ان لايف؟ يعني لا في الفيرست ديكيد ولا في السكند ديكيد. ممكن يجي في اواخر العشرينات او يجي في اوائل الثلاثينات. يعني يجي لحد عنده 28 سنه 29 سنه، يجي لحد عنده 35 36، وده بيبقى فورم من تايب 1 دايابيتس. ولكنه سلوور في البروجريشن، سلوور في البروجريشن. طب ده يا دكتوره هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في ايه ان احنا نبقى عارفين ان ده لادا من تايب 1 من تايب 2؟ لا، هيفيدنا في حاجات كتيره. اولا لما انت بتدي صبر، لما انت بتدي الميديكيشن، احنا لما بيجي في السن الكبير في بعض الدكاتره بيدوله اورال، بيبتدوا يلاقوا not control. يعني glycemic control very good. ويبتدوا يزودوا علاج one agent, second agent, third agent، والقول response بطريقة عنيفة، يضطر بسرعة يدخل الانسولين like type 1 بالظبط. وعشان كده من المهمة قوي، واللي بيفرق الدكتور الشاطر من اللي مش شاطر هو الايه؟ الدايجنوزيس from the first. ان انا ابقى عارفه انا بعالج انت تايب من الدايابيتس مليتس. ناتي الى التايب 2 دايابيتس، والبريفلنس بتاع التايب 2 دايابيتس طبعا عالي جدا. مصر كانت بتحتل في 2019 الرانك التاسع على مستوى العالم. الاي دي اف الانترناشونال دايابيتس فيدريشن في 2021 في 2021 قالت ان مصر بتحتل الرانك ال 14 على مستوى العالم، وده بفضل الله سبحانه وتعالى معناه ان احنا بدا يبقى عندنا ميديكال سيرفيس حلوه قوي، ان احنا نتراجع في الاعداد بتاعتنا. يبقى كده بدا يبقى في بيشنت اديوكيشن، وبدا الحمد لله يبقى في ميديكال سيرفيس من 2019 عشان احنا دخلنا ايه اول عشان بتاعنا بدل ما كنا ضد التوب 10 كانتريز على مستوى العالم، اكثر 10 نجحت اول على مستوى العالم فيها اعداد كبيره من الدايابيتس. بقينا الحمد لله 14 بفضل الله ان شاء الله باذن الله. وطبعا مجهوداتكم انتوا بقى لما تكبروا ان شاء الله وتبقوا امتياز بقى ونواب، هيبقى بتاعتنا مش هم دكتور اصلا كانت السيئه. طيب تو دايابيتس ده كنا بنقول عليه ايه؟ كنا بنقول زمان ان هو النون انسولين ديبندنت دايابيتس. هو ليه نون انسولين ديبندنت؟ لانه انا مش محتاجه اديله انسولين في الحقيقه، لان البيتا سيل اوف بانكرياس بتفرز انسولين الا بعد ما يحصل كومبليت فيلير اوف ذا بيتا سيل، بيحصل لها كومبليت اكسبوشن، ببتدي ادخل الانسولين في مراحل متاخره من التايب 2 دايابيتس. طبعا عارفين التايب 1 ان هو انسولين ديبندنت لان هو اوريدي ما فيش عنده. تايب 2 مينلي ديو تو تشينجز في اللايف ستايل اللي حاصل لنا كلنا، الفاست فود والسيدنتري لايف والان اكتيفيتي، الكلام ده كله اللايف ستايل تشينجز بقى مش عندنا بس، ده جلوبالي على مستوى العالم كله في اللايف ستايل تشينجز، وخاصة بعد بقى الحاجات الحديثة. يعني مثلا العربيات والباصات، والواحد يركب عربيته او يركب الباص بدل ما يتمشى او يركب عجلة مثلا تمام. البايسكل والسايكلينج ده مهم جدا بالنسبة لأي حد ويبتدي يتريق. دلوقتي مفيش الكلام ده، الفاست فود بين المحاضرات بعضيها ابص الاقي ايه؟ جايبين بقى حاجه الساعه ساندوتش البيت. من اخطر ما يمكن طبعا كل الحاجات الفرايد او الحاجات المقليات اللي احنا بنسميها خطر جدا عليها.
our disease وماشيين ناحية الدايابيتس، ناخد بالنا كلنا من الموضوع ده يا جماعة. طيب. Because of better diagnosis and improved longevity، التايب 2 دايابيتس برضه زاد. واخدين بالنا الأعمار بتزيد. ربنا سبحانه وتعالى مقدر لنا إن أعمارنا تزيد في الفترة دي نتيجة للميديكال سيرفيس الكويس اللي موجودة. وبالتالي بدأ كمان الإلدرلي يعني بص تلاقي كل بيجي على الخمسينات الستينات تبتدي يجيب دايابيتس برضه من الإكسبوجر. الهاي بريفلنس موجود في الإيشن في المال في الإلدرلي أب تو 18 بيرسون كل 100 واحد عنده في 18. طب احنا عندنا هنا في مصر ايه؟ عندنا البريفلنس في الومن اكتر من المن. بس في ناس كتير جدا. طيب يحصل تايب 2 دايابيتس فين؟ الناس اللي عندهم كام سنه؟ غالبا اوفر 40 ييرز. فوق 40 سنه، بس ده مش معناه ان هم بيحصلوا صغيرين، لا. ممكن يحصل في التين ايجرز ابناء ار ناو جيتنج تايب 2 دايابيتس نتيجه للفاست فود اللي انا بقول عليه. ولو عنده كمان كامل الجسم. ايه الكوزز بتاع تايب 2 دايابيتس؟ حاجتين اساسيين مهمين جدا. Decrease الانسولين سيكريشن together with increase الانسولين ريزيستنس. البيتا سيل بتفرز انسولين لكن يجي للتيشنز وللريسبتورز يبقى في سام سورت اوف ريزيستنس للاكشن بتاعه. تبتدي البيتا سيل تزود الانسولين سيكريشن الى ان يحصل لها اكسبوجر وكميه الانسولين تبتدي تقل. يبقى ايه؟ حاجتين اساسيين في تايب 2. Decrease الانسولين سيكريشن together with increase الانسولين ريزيستنس. طب الكلام ده اسوشيتد مع ايه؟ الانسولين ريزيستنس دي زايده قوي مع ايه؟ لما انا قلت لكم الاوبستي لما الواحد بيبقى الـ BMI بتاعه عالي خلاص في الويست كونفرنس السنترال اوبستي زادت عنده. كمان lack of exercise inactivity ناخد المحاضرات ونروح نقعد في البيت ناخد بقى من الفاست فود ونبقى قدام التلفزيون ونقعد مفيش رياضة. لا مش هينفع. كلنا لازم الشباب كله يبقى ليه اكتيفيتي. ان شاء الله حتى كل يوم نتمشى نص ساعة فقط للبيت. ان شاء الله حتى كل يوم. الكالوريز زايدة اكسس. الكالوريز دي انتوا حبايبي عارفين ان الكالوريز دي موجودة في حاجات كتيرة جدا. جبس. اغلبها مثلا الشوجر درينكس اللي احنا بنشربها كتير عصاير والحاجات الساعة والكلام ده الفرايد الحاجات المقلية الحاجات اللي فيها سعرات حرارية عالية فات كتير او ناكل كربوهيدرات كتير ده كله عبارة عن كالوريز. الكالوريز طبعا مش عندنا احنا هنا يعني قليلة. لو ايه طيب؟ لو ان 80% كونكوردانس identical twins يعني لو كانوا الخمسين كان 80% كل فيهم 80 فيهم كونكوردانس. طب احنا لو تفتكروا كنا قايلين كام في تايب 1؟ 30. progress من الـ preliminary phase الـ type 2 diabetes
بيبدأوا إن هو بيمر بمراحل قبل ما يجيلك. شوف أنت جايلك في الفيرست فيزيت خلاص هو تايب 1 دايابيتس، لكن قبل ما بيجيلك بيمر بمراحل. إيه هي؟ الإدمرد جلوكوز توليرانس أو إدمرد فاستنج جلوكوز، وده لو عارفين العيان بتاعنا هيبقى حظه حلو قوي لو سيك الميديكال كير حلوان دي في المرحله دي بتاعت الامبيرد جلوكوز توليرانس او الامبيرد فاست جلوكوز. ليه؟ هنقول لان المفروض ان انت بتبتدي تديله البيشنت اديوكيشن وتقول له ماسك لوس اوف ويت كيلوات بتاعتك، المفروض الكيلوات الكتيره قوي دي تبتدي تلوس الويت، تقلل وزنك شوية من 5 لـ 7% يعني تقريبا. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت تغير اللايف ستايل بتاعك، تغير الدايت بتاعتك، تتمشى يبقى في اكتيفيتي. واخدين بالنا؟ المفروض اول ما العيان بتاعنا هيخس من 5 لـ 7% من وزنه هيبتدي العيان يبقى كومبليتلي نورمال ويديلاي البروجريشن Type 2 diabetes. يبقى diabetes mellitus is a preventable disease. Yes, preventable disease. طيب نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا. الصوت عالي كده ولا ايه؟ الصوت ولا الصوت بتاعه؟ لا عالي يا دكتور، عالي عالي عالي. الصوت بتاعه عالي. الصوت بتاعه عالي، الناس مش سامعة. علي انت بطل. Maturity onset diabetes of the young. بصوا بصوا يا جماعة، أنا عايزة أقول حاجة. اللي جاي المحاضرة علشان أنا هاخد غياب. أنا مفيش غياب. ومفيش غياب. ماشي حيلوها حيلوها. تمام ماشي ماشي. اللي جاي المحاضرة يستفيد أهلا وسهلا. اللي جاي المحاضرة يشاور على اصحابه مش قبل وسط. واخدين بالنا؟ كده مش صح ان احنا نتكلم ونشاور على اصحابه خالص. لا هو ايثيكالي صح مسموح بيه، ولا هو كمان ساينتفيكالي مسموح بيه. فلو سمحتوا نسمع، واللي نوت انترست ما يخدمش. بسيطة. ما يتكلم مطلوب. Maturity onset علشان الناس عايزة أقول حاجة. المفروض إن إحنا يبقى أنا هديكم المرات إن شاء الله، المرة اللي جاية لو جينا عمر، المرة اللي بعديها. عايزة الإمبريشن بتاعي عنكم يبقى حلو. عايزة إن إحنا لما نشوف بعض بره نسلم على بعضي. مش عايزة ان انا اقول سنة رابعة مش ولاد. عايزة اقول ان انتوا ولادي كلهم نسبتها بتدين ايه؟ عايزاكم تحفظوا البيربس دي. احنا قلنا تايب 1 مودي، وقلنا اللادا، وقلنا تايب 2، وقلنا المودي اللي هو الماتيوريتي من اسمه يا جماعة. ماتيوريتي اونست دايابيتس يعني لايف الماتيور اللي هو لايف تايب، لايف تايب 2 ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج للصغيرين اللي سنهم صغير. بس هو ايه بقى؟ هو يتميز ان هو اوتوزومال دوميننت. اوتوزومال دوميننت دي مهمه جدا. ده معناه ان في جينيتك ستادي ليه. انت طبعا السورس اللي احنا محضرين منه المحاضرات ليكوا يعني هو كاتب الحاجات دي اللي هي البريف يعني. في الحقيقة انا كنت عايزة من مجال المعرفة بس وليس الامتحان طبعا، ان انتوا تبقوا عارفين ان المونوجينيك، وهو اسمه برضو مونوجينيك المودي او مونوجينيك دايابيتس، موجود في الادلت 4 types منه اللي هم جلوكوكاينيز ميوتيشن جين. احنا قلنا اوتوزومال دوميننت وبالتالي هو جينيتك.
Glucokinase mutation, HNF1B, 1A, HNF4, اللي هو hepatonuclear factor، الهيباتيك نيوكليار فاكتور بيحصل فيه ميوتيشن. طب ايه فايدته ان انا اعرف القصه دي؟ ده اخوتي حضرتك دماغنا بكلام كتير ليه؟ عايزه اقول لكم حبايبي، الاربعه دول منهم نوعين بيستجيبوا للسلفونيلوريا للاورال ميديكيشن، والبيشنت نوت ان نيد فور انسولين خالص، مع انه بيجي في اليوم واخدين بالنا، بيجي في الصغيرين. فمعنى كده ان انا لو ما خدتش بالي ان النوع ده ممكن اي حد تاني يغلط في التشخيص بتاعه ويديله ايه؟ انسولين، وهو نوت ان نيد تو انسولين. نوع فيهم اللي هو الجلوكوجينيز ميوتيشن ده بيبقى فيري مايلد، مجرد ان انا اقول للعيان غير اللايف ستايل بتاعك، خس في وزنك شويه، غير الدايت بتاعك خليها مور هيلثي، اعمل اكتيفيتي مش محتاج علاج. واخدين بالنا؟ مع انه جاي في اليوم. يبقى في حالات معينه مضطرين نعمل لها جينيتك ستادي، بس لما نشك ان هي اوتوزومال دوميننت. يعني ايه اوتوزومال دوميننت يا حبايبي؟ يعني الولد مثلا بيبقى عنده، تلاقي اخوه او اخته برضه عندهم، والاب والام احتمال. واخدين بالنا؟ فالاوتوزومال دومينانت معناه ان هو هيرديتري وماشي في العيله كلها. وعرفتوا ايه اهميته؟ هو مش اهميته ان انا اذاكره وخلاص، لا، هو انا عايزه كلينيكال ابلكيشن. يعني لما تشوف العيان ده ويجي لك في الاوت بيشنت كلينيك في المستشفى او في البرايفت بتاعك، هتتعامل معاه ازاي؟ طيب كده احنا خلصنا الماتوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يونج از بريزنت ان يور سورس. ال WHO كرايتيريا بتاع البري دايابيتس، كلمه البري دايابيتس دي انا كاتباها مش موجوده في السورس اللي معاكم. موجود في السورس اللي معاكم البري دايابيتس كلمه امبيرد جلوكوز توليرانس وامبيرد فاستنج جلوكوز. بس انا قلتها ليه؟ علشان هي مرحلة البري دايابيتس، هي مرحلة ما قبل السكري باللغة العربية، مرحلة ما قبل السكري الستيج دي اللي هي الامبيرد. ممكن عيان يجي له امبيرد جلوكوز توليرانس؟ يس. الوم؟ يس. عيان يجي له امبيرد فاستنج جلوكوز؟ يس، لوحده، وما يجيلوش امبيرد جلوكوز توليرانس. طب عيان يجي له الاثنين امبيرد فاستنج امبيرد جلوكوز توليرانس؟ يس، ممكن يجي له ميكس اكوردين. طيب الامبيرد جلوكوز توليرانس ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى الفاستنج بلازما جلوكوز اقل من 7 ملي مول، والاورال جلوكوز توليرانس يعني بعد ساعتين بيبقى اكتر من 7.8، لكن في نفس الوقت بيبقى اقل من 11.1 ملي مول. ليه اقل من 11؟ علشان لو هو بقى 11 خلاص هو دخل في مرحله الدايابيتس. تمام؟ طيب عايزه اقول ان انتم متعودين على الملي مول ولا متعودين على الملي جرام بير ديسيليتر؟ طيب احنا علشان بص اقول لكم على حاجه يا حبايبي، احنا هنا في مصر اغلب معاملنا بتطلع النتيجه بالملي جرام بير ديسيليتر. ايوه كده، وهتضطر ان انت تحطه على النت وتعمل له كونفرتر. ولذلك انا جايبه في مرحله الدياجنوزس جايبه لكم بالملي مول والملي جرام بير ديسيليتر عشان ما يبقاش الانتربريتيشن صعب بالنسبه لكم. البري دايابيتس الفاستنج بلازما جلوكوز بتبقى من 100-125 ملي جرام بير ديسيليتر الفاستنج. الامبيرد جلوكوز توليرانس او الامبيرد بوست برانديال تو اور بوست برانديال بلاد جلوكوز بيبقى فوق ال 140 لغايه ال 199 ملي جرام بير ديسيليتر. تمام؟ علشان بس الامور تبقى معاكم لما بنبتدي من اول السنه الدنيا بتبقى اسهل شويه. الامبيرد فاستنج جلوكوز
الفاصل بلاد بلازما جلوكوز بيبقى مول زير 6.1 ملي مول. الاورال جلوكوز توليرانس بنعمله علشان نكسكلود الدايابيتس من الليتس. تمام، انتوا خدتوا قبل كده الجلوكوز توليرانس اكيد، الاورال جلوكوز توليرانس في البايو كيمستري قبل كده تيست. ها الاورال جلوكوز كيرف. والله يا جماعه انا قالوا لي انت هتدخلي الفورث يير انتجريتد ميديسن هتبقي مبهوره. ما مبهوره من الناحيتين. بس انا يعني كنت ايه براجع معاهم يعني الاورال جلوكوز توليرانس تيست تعملوا ازاي مع العيان، يعني ايه نعمل كذا ايه نعمل كذا. هنا لا مش عارفين، فانتوا مضطرين بقى ان انتوا تشوفوا الدنيا شكلها ايه عشان احنا لما هنتخرج بعد كده ان شاء الله احنا مطالبين مطالبين مش على المستوى لا مطالبين على المستوى المهني وانت بتتعامل مع العيان بتاعك. طيب الامبيرد جلوكوز توليرانس والامبيرد فاست جلوكوز دي نوت ديفرنت ابنورماليتيز اوف جلوكوز ريجوليشن. سواء الامبيرد جلوكوز توليرانس اللي هو البوست برانديال والامبيرد فاست جلوكوز اللي هو الفاستنج بلاد جلوكوز. طيب هل في ريسك ان هو يبروغريس للدايابيتس ميليتس؟ الاثنين زي بعض، اللي عنده امبيرد فاستنج زي اللي عنده امبيرد جلوكوز توليرانس؟ لا طبعا في اختلاف، بيبقى فيه لوور ريسك اوف بروجريشن تو دايابيتس ميليتس للي عنده امبيرد فاستنج جلوكوز عن اللي عنده امبيرد جلوكوز توليرانس. طب تفتكروا ليه؟ اقول له هو الامبيرد جلوكوز توليرانس معنى كده ان كل ما بياكل لقمه بيرفع البلاد جلوكوز بتاعه، يعني هيفطر هيرفع، هيتغدى هيرفع، هيتعشى هيرفع، يبقى كده معناه ان هو بيرفع اثناء النهار على طول. طب ولو كان بالليل اوكي، وممكن يرفع مره واحده. عايزه اقول لكم بعد الليل بعد الوجبه الرئيسيه بتاعته ممكن يرفع. يبقى لكم ان تتخيلوا لو عنده الاثنين امبيرد فاستنج وامبيرد بوست برانت، يعني يبقى هو داخل سريعا كده على الدايابيتس. ولذلك مانج بوست لايف ستايل، لازم تديله الادفايس ان هو يمانج اللايف ستايل ويجي لك يعمل لك انيوال ريفيو ويجي لك يسيك الميديكال كير كل سنه على الاقل وتبص عليه. طيب الـ incidence of diabetes mellitus if impaired fasting glucose والـ A1C at high end of normal، الـ A1C أو الـ glycosylated hemoglobin لو كان ناحية الـ high end of the normal بيكون الـ incidence قد إيه؟ 25%. يعني ربع الحالات، كل 100 حالة، كل 100 حالة 25 حالة منهم بيبقى الـ incidence of diabetes عالي. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اشوف الامبيرد فاستنج جلوكوز اطلب له الـ A1C. تمام؟ ده مش معناه برضو ان انا لما اشوف الامبيرد جلوكوز توليرانس ما اطلبلوش الـ A1C، لا اطلب له برضو الـ A1C. بس هي الجمله الاعتراضيه دي عشان تقول لكم هو مش لوور ريسك، لوور ريسك جيم. لا ده الامبيرد فاستنج لو معاه A1C ناحيه الهاي اند اوف ذا نورمال، ده معناه ان هو في انسدنس 25%. يعني انا عايز اقول لكم ان 25% ده رقم كبير.
طب ايه الاذر بروسس اوف دايابيتس ميليتس؟ زي ما انا قلت لكم حبايبي في المقدمه الميديكيشن. لو جالي عيان ولسبب او لاخر بدات اديله ستيرويدس او جلوكوكورتيكويدس ده بريدسبوزنج، وخاصه لو هاي دوز وفور برولونج ديوريشن. احيانا في بعض الحالات تاخد 60 مللي من الجلوكوكورتيكويدس او تاخد 120 مللي ولفترات 6 شهور 7 شهور سنه، واخدين بالنا ده يؤدي الى دايابيتس. الناس اللي عندهم اتش اي في وبياخدوا الانتي اتش اي في، الناس السايكوتيك وبياخدوا السايكاتريست كاتب لهم نيور انتي سايكوتيك ميديكيشن، ناخد بالنا. في الحقيقه بشوف ناس كتيره قوي بتاخد الانتي سايكوتيك، تبص تلاقيه بيعمل ايه؟ يقول لك، فطبعا لما بيجي العيادات خلاص هو كومبليتلي كنترول، مش زي ما احنا متخيلين، هو كنترول على دوزس معينه من الانتي سايكوتيك. وناس كتير على فكره، مش يعني عدد مش قليل. تبص تلاقي ايه؟ تبص تلاقي يقول لك من ساعه ما بدات اخد العلاج ده يا دكتور وانا بدات اكل 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 كتير قوي 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 قوي، ووزني يزيد قوي 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 قوي، وبدأت أنام كتير. عمل الكرايتيريا كلها بتاع الدايابيتس، بياكل كتير ومفيش اكتيفيتي ووزنه بيزيد، بدأ يدخل في ايه؟ في حتة الدايابيتس. فدي نخلي بالنا منها. طيب البنكرياتيك، لو في ديزيز في البنكرياس لايك ايه؟ لايك بنكرياتيتس مثلا، او لايك بنكرياتيك ديستراكشن بالايموكروماتوزس او السيستيك فايبروزس. انتوا خدتوا الكيموكروماتوزس كده السنه اللي فاتت مش كده؟ ايوه في البلوت. او البنكرياس ده كان فيه بنكرياتيك كانسر، او عمل سيرجري بقى. يا سلام جامد. وربوب مور ذان 90% اوف بنكرياس. واخدين بالنا؟ لو اتشال اكتر من 90% من البنكرياس بيدخل العيان في دايابيتس. طيب هل في اندوكراينال ديس اوردرز ممكن تؤدي الى دايابيتس؟ يس، وده بنسميه سكندري دايابيتس. سكندري ليه؟ لان هو سكندري تو ذا برايمري ديزيز، زي ايه؟ الكوشنري ديزيز، وزي الاكروميجالي، فيو كروموسايتوما، الهايبر ثايرويدزم. كمان البريجنسي بيعتبروه سام سورت اوف اندوكراينال ديستربنس، نتيجه نتيجة ان هو بعد الشهر، على الشهر الثالث بيبقى فيه بلاسينتا اللي هي المشيبة. البلاسينتا دي بتفرز كاونتر ريجولاتري هرمونز اجينس الانسولين، ولذلك البريجنسي از، لو حد قال لك البريجنسي از دايبيتوجينيك، يس خلوا بالك، ما نحاولش ان احنا وزننا نزيد، نحاول ان احنا اكتيفيتي على طول ونمشي واكسرسايز ونبقى اللايف بتاعنا هيلسي تمام. طيب هل في كوز ثانيه للدايابيتس؟ يس، ايه؟ كونجينيتال لايبو ديستروفي. يا عمر جلايكوجين ستورج. طب انا مش الانواع المختلفه والاشياء المختلفه والكوزز المختلفه تتفقوا معايا ان هو وايد سبريد والبريفلنس بتاعه كبير، وممكن ناخد بالنا من دلوقتي لنفسنا وننصح غيرنا. طيب هندخل بعد الفايف ستيك بتاعت الدايابيتس على الميتابوليك سندروم. والميتابوليك سندروم ده اصلا هو ريسك فاكتور للدايابيتس. طيب الميتابوليك سندروم بيسموه برضه حاجه اسمها سندروم اكس. سندروم اكس مهم جدا، كنا زمان بنقول عليه سندروم اكس. قال لك الاي دي اف الانترناشونال دايابيتس فيدريشن، منظمه السكر العالميه، عرفته بايه؟ عرفته قالت ان الميتابوليك سندروم ده عباره عن سنترال اوبيستي، سواء عن طريق ان احنا نحدد نعمل كاليكيشن للبي ام اي او عن طريق الويست سيرفانس. البي ام اي لو اكثر من 30
نتوقع ان ده ميتابوليك خلاص. طب هل بالبي ام اي او بالسنترال اوبستي بس نقول ان ده ميتابوليك؟ لا، حطوا لي كرايتيريا ثانيه ان اديشن او بلس 2 اوف ذا فولوينج، يعني السنترال اوبستي مع اثنين من اللي انا هقوله، ان البلاد بريشر بتاعه يبقى رافع اكتر من 130 على 85 يعني يبقى هايبر تنسيف. طيب، او يكون الترايجلسرايد عنده اعلى من 1.7 ملي مول اللي هو ال 150 ملي جرام بير دي سي، او الاتش دي ال بتاعه تبقى اقل من 1.03 ملي مول في الميل، يعني اقل من 40 ملي جرام بير دي سي في الميل، او اقل من 50 ملي جرام بير دي سي في الفيميل 1.29 ملي مول، او الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعه يبقى اكتر من 100 ملي جرام بير دي سي. لو تفتكروا يبقى كده عنده ايه؟ غير فاستنج بلاد جلوكوز او بلازما بلاد جلوكوز، صح؟ طيب الامبيرد فاستنج او يكون دايابيتك اصلا فكده خلاص هو دخل في السندروم بتاعه. خدوا السنترال اوبستي بلس 2 من اللي انا قلتهم. طيب يعني ايه الصح؟ لا مش صح، هقول سنترال اوبستي وهايبر تنشن او سنترال اوبستي ومعاه ضغط وسكر، ضغط وسكر او ضغط ويكون او ظهور وسكر مع سنترال اوبستي، هحفظها بالطريقه دي ودي هتبقى سهله. هو بس الرينجز دي هتتعدى عندنا كتير قوي، الرينجز بتاعت الاتش دي ال والترايجلسرايد هتتعدى كتير فهتبص تلاقيها سهله عندك. طيب 20% لقوهم افكتد، يعني كل 100 واحد لو 20 واحد عندهم ميتابوليك سندروم بريفلانس بتاعه عالي على فكره مش قليل. الويت والجينيتكس والانسولين ريزيستنس امبورتنت انفورميشن طبعا، هو كل ما بيزيد الوزن كل ما يبقى فيه انسولين ريزيستنس. وين؟ جينيتك، لو تعرفوا بقى ان الاوبستي دي اصلا جينيتك، في جزء كبير منها جينيتك، تبص تلاقي فاميليز عائلات فيها وزن كبير. يقول لك الاب والام والثلاثه بيعملوا في element optionality. طيب الميتابوليك سندروم تتوقع ان هو يبقى ليه vascular events؟ يس اكيد طبعا، كل الحاجات دي هتؤدي الى vascular events والكومبايند effect بتاع الانديفيدوال ريسك، يعني مثلا عنده هايبرمنجينيا، عنده هايبرتنشن، عنده امبيرد فاستنج جلوكوز، الحاجات دي كلها ريسك فاكتورز للعيان، انا بعتبره عيان طبعا. وبالتالي بننصحه بايه؟ الار دي علامه البريسكربشن اللي هي مكتوبه في الروشتات بتاعتنا. الار دي هقول له ايه؟ اعمل اكسرسايز، اعمل تمارين، مشى كل يوم 30 دقيقه على الاقل في 5 ايام، يعني 150 دقيقه اسبوعيا، ولو تقدر زود على حسب الفيتنس بتاعك، قلل الوزن بتاعك، لو عنده ضغط ابتدي اديله تريتمنت للهايبرتنشن اللي موجود، لو عنده هايبرليبيديميا ابتدي اديله تريتمنت للهايبرليبيديميا، وهكذا ابتدي اتدخل مع الميتابوليك سندروم. وده الفوتو دي بتاعت الميتابوليك سندروم، اول ما تلاقوا حد كده سواء ميل او فيميل خلاص ده ميتابوليك سندروم. طيب الفرقه والله بالله اسوشيتد مع جين، الجينز دي بتأثر على الفانكشن بتاع الفاسكوليتشر. الاستريس بتاع البيتا سيل كمان ريزلت فروم فاسكولار ديفكتس في البنكرياس، اند ميبي فاسكولار ايفنت ترايجر الدايابيتس، يعني ده اللي هيبتدي من ده ولا ده اللي هيبتدي من ده، ممكن ده يخلي ده يبتدي او ممكن الفاسكولار يخلي الدايابيتس او الدايابيتس يخلي الفاسكولار
القلب رزق في ايه؟ انا عندي عيان وعايز يتعالج، انا عندي عيان وعايز مساعده. تمام. ندخل بقى على حاجه مهمه جدا اللي هي الدياجنوزس اوف دايابيتس ميليتس. اكوردنج للدبليو اتش او كرايتيريا قال لك ايه؟ لو انت قاعد حضرتك في العياده وجالك عيان بيقول لك بشرب ميه كتير وبروح الدايت كتير، قول يوريا وقولي ليبسيا ودايما بملف على الميه، هبقى بالظبط بيقول لي كده يا دكتوره ببقى ماسك في ايدي ازازه الميه واشربها كلها وابقى عطشان واروح املى تاني واجيب تاني. قول يوريا عن ايه بقى؟ هو غير عن اكسبلين، يعني مش مثلا انا واكل حاجات كتير، انا واكل مثلا حاجات حادقه كتير، لا انا وانا قاعد عمال اشرب ميه عمال اقرا. كمان حاجة مهمة جدا البوليفيجيا، نفسي مفتوح للأكل قوي، وويتلوس عن اكسبلين ويتلوس، تقول لك مع إني عمالة آكل كتير الست تيجي تشتكي لي، باكل كتير قوي 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 لكن عمالة أخس. طيب حاجة تانية فيجوال بيرد، أنا بحس دايما كده، بحس كده أول ما تيجي أركز في حاجة زي ما يكون في غشاشة كده على عيني، عيني كده يعني حاسس كده ان انا بارد كده مش شايف كويس، او يجي جينيتال ثراش، جي اي تي بتاع ده جينيتورينري انفكشن كتير وخاصه للفيميل اكتر من الميل، على طول جاي لها ريكارنت انفكشن، او يو تي اي انفكشن كتير، او حاجه ثانيه مختلفه تماما تقول لك بعد ما اكل اروح ايه جسمي يتقل والاقي نفسي تعبانه ومحدوده وعايزه انام. خلي بالك ده احنا كلنا كده. خلي بالك الاسرجي او الايزي فاتيجابيلتي مش كويسه، لازم ماست سيرش اباوت ذا كوز الاسرجي او فاتيجابيلتي. دي يا جماعة من ضمن الحاجات البيئية اللي هي ممكن يتفرق، فلازم مش الطبيعي، مش الطبيعي ان انا اكل واتعب لو انا باكل اكل هيلثي، مش الطبيعي ان انا ابقى تعبانة او جسمي تقيل عمال على الاخطاء، ده مش طبيعي سواء ميل او فيميل. فناخد بالنا من الكلمة دي، لسه مش كده مهمه وبتبقى ريكارد مع الميلز والفيميلز. ومهمه جدا اهم بقى لو في فاميلي هيستوري، مهمه قوي لو في فاميلي هيستوري، ماست سيرش، اعمل سيرفلانس، ابتدي خلي بالك. عارفه بعد المحاضره دي كلكم هتمشوا على الصراط المستقيم ولا اي حاجه، مفيش باص كوره، ثبات اهم حاجه الثبات. بعد كده بقى كده الدرس مش فاهم لما جت سكن مش فاهم بعد كده للابوات سكن مش فاهم هو ايه سكن السيمبتومز، هنبص نعمل بريسكربشن للانفستيجيشن بتاع العيان، هطلب منه اقول له لو سمحت روح معانا واسحب عينة دم صايم وعينة دم فاضل بعد ساعتين بعد ما تاخد بره بساعتين، واعمل لي السكر التراكمي اللي هو الجلايكوزايليت التمام. ابص الاقي الفصل بتاعه اكتر من او يساوي 7 مليمول، الرقم بتاعه او التو او البص برانديال اكتر من 11.1 مليمول. ده معناه ان هو كده دايابيتيك. اوكي طيب هل هقول ان هو دايابيتيك وخلاص؟ لا، ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، لو مرتين سبعه لقينا ان الفاست اكتر من 7 والرنر اكتر من 11 وعملنا له او عملنا له بقى اورال جلوكوز تولرانس بعد ساعتين اكتر من 11
عايز اديله علاج، لا لازم اعمل له الجلايكوزايليتد هيموجلوبين علشان اشوف الجلايكوزايليتد بتاعه قد ايه، وهنعرف في تريتمنت انا محتاجه اعرف ليه، علشان لو هو الجلايكوزايليتد هيموجلوبين عالي بطريقه معينه بديله حاجه معينه، لو اقل بديله حاجه تاني، لو اقل خالص بديله حاجه ثالثه. يبقى كل حاجة أنا بقولها هنا ليها أهمية قصوى، ما لقيش حد يقول لي فاستنج وبوست برانيا وبوست برانيا أو أوربي وبوست تولرنس أو راندم وخلاص. مهم قوي إن أنا أعمل الـ A1C لو لقيته أكتر من أو يساوي 48 ملي مول بالملي مول يبقى ده خلاص دايركت. بس تخلي بالك حاجة أكيد أنتوا شاطرين وعارفينها وواخدينها السنة اللي فاتت، الهيماتولوجي إن الجلايكوزايليتد هيموجلوبين أفكتد في الناس اللي عندهم هيموجلوبينوباسي، مش هقدر أعتمد عليه في البريجنانت وومن، ما أقدرش أعتمد عليه جامد أوي، وخاصة لو هي عندها أنيميا، أنيميا فروم مثلا هيموجلوبينوجن أو أيرون ديفيشنسي أنيميا أو وات ايوه حلو عندها انا لا بقول له كحف الكمامه لما هي جالت بهزر كحف براحتك عادي افتكرت اول ما جالت كحف كحف الكمامه محدش يقول اليورين عن طريقه عن طريق اللوكوزوريا اشخص دايريتس، لا اليورين ممكن يكون فولس نيجاتيف ماشي، لكن لا ممنوع ان انا استعمل اليورين لان على الاقل يا جماعه اليورين مش هيبقى فيه مشكله في الامبيرد فاستنج والامبيرد جلوك والاورال جلوكوز او الامبيرد في الرغده مثلا بلاد جلوكوز يبقى عادي واليورين مثلا يبقى فيه لا تقريبا ده في السلايدين. طيب انا جايبه لكم الكرايتيريا فور دايجنوستس في الملي جرام بالدي سي زي ما انا قلت الفاستنج اكتر من او يساوي 126، البوست جرامبيا 2 اور بوست جرامبيا او راندم اكتر من او يساوي 200 ملي جرام بالبيس ليتر، الاي 1 سي اكتر من او يساوي 6.5 بيرسنت. العيان لو عايز سيرته ومعاه انفستيجيشن تؤكد هذا يبقى خلاص. طيب احنا قلنا التايمز بتاع الدايبيتس، مهم قوي ان احنا نفرق بين تايب 1 تايب 2 ديفرنشيشن ليه؟ الاسباب اللي انا قلتها قبل كده، لان تايب 2 ممكن يجي للصغيرين وتايب 1 ايوه اي نعم هو مش غلط، يعني ممكن يجي برضه للكبار في السن، ما هو مفيش حاجه يعني مفيش حاجه بتقضي سن معين ان هو يجي له نوع اثنين، فالمفروض ان احنا نعمل من دلوقتي ديفرنشيشن بين على الاقل بين تايب 1 وتايب 2 تمام، لان هو بيقول لك فعلا وانت قاعد مش متخيلين وانت قاعد في العياده في الاوت بيشنت كلينك بيبقى تشالنج ان انت توصل ده تايب 1 ولا تايب 2، هدي اورال ولا هدي انسولين، هعمل ايه؟ طب انا لو عطيت اورال اوكي العيان مش هيتحسن لو هو تايب 1، بالعكس ده ممكن يتاخر ويجي ايه كوما هايبرجلايسيميك كوما. طيب ايه الفيتشرز بتاع تايب 1 دايابيتس؟ اولا ويت لوس، بيرزيستنت هايبرجلايسيميا بالرغم من ان انت بتديله ميديكيشن ديسبايت الدايت والميديكيشن، يعني بتقول له ما تاكلش سكريات ما تشربش عصاير وما تاكلش فاست فود وكل هيلسي ومع وخد العلاج ده، ومع هذا في بيرزيستنت هايبرجلايسيميا. حاجه ثانيه ايه هي؟ ان بريزنس اوف اوتو انتي بوديز زي الاي سيل انتي بودي اللي احنا بنسميها الايكا والانتي جاد انتي بودي، الانتي جلوتامين اسيد ايكا انتي بودي، وكمان low level of serotype very low level of serotype is 0.2 but
يبقى نقول سيب كويس من العوامل اللي بتخلينا عارفين نقدر نشخص التايب 1 اكتر من التايب 2. الديفرنس بين تايب 1 وتايب 2 في الجدول ده، التايب 1 موجود في الديفور بروبرتي، التايب 2 موجود في الانتربي كوميلي او يوم شويه. الجينيتكس الاتش ان اي دي ار 3 اند دي ار 4 لينكد، لكن التايب 2 مفيش اتش ان اي لينكد. التايب 1 اوتو اميون ديستراكشن، التايب 2 مفهوش اوتو اميون، التايب 2 في انسول ريزيستنس وفي تسل ديستراكشن. وقلنا البريزنتيشن، بس خلوا بالكم من حاجه، التايب 1 بيجي بيديكي ايه ويبقى غالبا بريزنت. الام دايما بتعبر عن ابنها وبتقول الكلام اللي احنا قلناه، لكن التايب 2 ممكن يبقى كومبليتلي اسيمتوماتيك. عارفين يا جماعه ليه التايب 2 احيانا بيتعرف ازاي؟ حد رايح يعمل تيس اكستراكشن، سنته بقت تتلخلخ او سنته حصل لها تيس دي كي، واحده رايحه كل شويه للجاينا والاوبستاتريك تاخد ميديكيشن لجينيتي يورينري انفكشن، حد رايح لحد بتاع دكتور زمنا يورولوجيست بتاع مسالك في يورينري تراك انفكشن وهكذا، مالتيبل ابسيسيسز اول اوفر ذا بادي، يبتدي يجيله كل شويه يجيله تبانين في اي منطقه في جسمه ريكارنت، ده معناه ان هو دايبيتك وهو مش واخد باله. بندي العلاج، نفضل ندي العلاج ندي العلاج ندي العلاج، وبعدين نكتشف في دكتور كده ربنا هنا معلم الحكمه كده والبصيره يقول له طب ما يا عم انت طب ما تروح تعمل لي سكر صايم وبعد ساعتين او سكر تراكمي، يبص يلاقيه عنده السكر يقول له طب خد العلاج بتاع السكر، انت مش هيحصل لك الكلام ده. Not all new onset diabetes in Edward is type 2. وده حقيقة احنا قلنا عليها، مش كل مش كل حاجة هي type 2 في الهيدر، لكن ممكن يكون type 1 لو العيان كان كيتوبيك مثلا، كان كيتوسيس، يعني عنده الاسيتون عالي، الاسيتو اسيتيك اسيد عالي، الكيتون بادز عالي، والكور ريسبونس صوت عالي ليه يا جماعة؟ صوت عالي ليه؟ طيب احنا كده قدرنا نعمل ديفرنشيشن إلى حد ما بين تايب 1 وتايب 2. طب إيه البيست دايت فور أوبيز بيشنتس رأيكم لو هو تايب 2 دايبيتيك؟ مفيش يا كويس. أنا أقول له إيه؟ جرين. قال طب إيه الأكل؟ كربوهيدرات لا تقاعد فات اي تلس اي حاجه تيجي تلس عالي صح؟ يزود ايه؟ فيجيتابلز فايبرز مش موجوده مش موجوده في اوكسجين. الفود كونتيننج فايبرز لايك ايه؟ فيجيتابلز طبعا السلطه الخضراء يزود الفيجيتابلز، يزود الفروتس اللي هي ما فيهاش كالوريز عالية زي ايه؟ البرتقال، اليوسفي، التفاح، البيترا، الكيوي، الحاجات دي كلها ما فيهاش كالوريز عالية. طيب المانجا، البطيخ، البلح والعنب، البطيخ، البلح ما فيهوش كالوريز عالية فيها فايبرز بس كالوريز عاليه. تمام؟ طيب في حاجه طلعت اسمها الكيتوجينيك دايت، كلكم سمعتوا عنها، اللي هو ان انا اقلل قوي الكربوهيدرات وازود البروتين. ده موجود في السورس بتاعكم يا جماعه، بس في مشكله فيه. ايه هو؟ اللي لقوا انكريز الكارديو فاسكولار ريسك فاكتور، انكريز بتاع الهايبرمتريميا، ولو العيان ده
ممنوع. هتذكره بسرعة بالهايبر جلايسيميا.
المغرب مهمة أوي إن أنا أطلب للعيان، بطلبه تقريبا كل 8 أسابيع، يعني كل شهرين أو 3 شهور. والطلب ده ليه؟ علشان تبقوا حضراتكم عارفين إن إيه أمراض وبتاع على أرض السن 120 يوم تقريبا. طيب هو التارجت بتاعنا المفروض إيه؟ التارجت بتاعنا إن أنا أعمل كنترول للبوستنج والبوست براند أسوي الأس للأي وال سي برضه أوصله للتارجت اللي أنا عايزاه. طيب ايه التارجت اللي انا عايزاه؟ 6.5 ل 7.4 او من 48 ل 57 بيجي فول، 6.5 ل 7%، 7.4% اكون ايه؟ هو في حد بيدي رينج يا ولاد كده؟ المفروض التارجت يبقى حاجه واحده، انا عايزه حاجه واحده، ما ينفعش عيان واحد اقول له انا عايزه رقم. طب اكوردنج لايه بقى؟ اولا اكوردنج للتايب 1 ولا تايب 2؟ اكوردنج للايج؟ اكوردنج للديوريشن اوف دايابيتس؟ اكوردنج للكوموربيديتيز اللي موجوده معايا؟ هو معايا مايكرو فاسكولار ولا ماكرو فاسكولار؟ ان انا اكوردنج لان هو عنده مثلا انذر ديزيز لايك كانسر مثلا، انا هبقى محتاجه ايه؟ محتاجه لو هو عنده كوموربيديتيز عنيفه زي الكانسر مثلا او زي المايكروفاسكولار او الماكروفاسكولار كومبليكيشن سيفير، هخليني ريدندنت، مش هعمل له تايب جلايسيميك كنترول، هخلي يعني 7.4 مش هزعل منه. تمام؟ لكن لو عيان صغير في السن، يعني جاي لي السكر على سن مثلا 30 سنه 35 سنه عشان الديوريشن بتاع الرئيس بتاعته قليلة، ما معهوش كوموربيديتيز، لايف اكسبكتنسي عالي، 30 سنة يعني 40 سنة جاية، يبقى محتاج ارجع اعمل له تايت كنترول عشان ايه اللي هو يدخل في الايه؟ في الكومبليكيشن. طيب لو العيان بقى عنده ريسك ان هو يدخل في هاي جلايسيميا مثلا عنده 60 سنة 70 سنة وقاعد في البيت لوحده، خايفة عليه يجيله هايبوجلايسيميا مثلا وهو داخل الكرونيك أو الـ WC قاعد يتكسر، واخدين بالنا؟ لا، ساعتها بقى أقول له لا بلاش الهايبوجلايسيميا. تمام؟ واحد طالع يسوق سواق، واحد رايح يسوق العربية بتاعته، واخدين بالنا؟ بلاش التايت كنترول، أقول له لو سمحت سكرك قبل ما تركب العربية، لقيت سكره قليل أقل من 70 مللي جرام بر دي سي لتر، لو سمحت اركن على جنب، ما تطلعش دلوقتي، اركن على جنب، اشرب نص كوباية عصير وكل وجبة، واستنى لما سكرك يبتدي يرفع ويجي تاني، سكرك بدأ يبقى كويس نورمال، ابتدي سوق العربية، بعد 4 ساعات يجي سكرك تاني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو العيان بتاعك اتعرض لهايبوجلايسيميك اتاك سيريكارم، فقد الهايبوجلايسيميك اويرنس. انا مهم قوي ان انا اخلي العيان بتاعي يحتفظ بالهايبوجلايسيميك اويرنس. ليه؟ يعني لو دخل في هايبوجلايسيميك ان اويرنس العيان يحصل له ايه؟ يقوم على طول، ممكن يحصل يدخل في اريثميا وصاد الناس واحنا مش واخدين بالنا. قالوا ايه؟ قالوا ان لو العيان بتاع الفيزيشن ده دخل في هايبوجلايسيميك انا ويرنس بره بيسحبوا اللايسنس من الدكتور. ما ينفعش تعالج. انت العيان بتاعك دخل منك كتير قوي في هايبوجلايسيميا. انت كده بتعرض حياته للخطر، انت كده ما ينفعش. كده دكتور حمار. شفتوا بقى؟ نبدا الحساب والعقاب، وده فعلا لان روح البني ادم سبحان الخالق، محدش يقدر يقف روح لحد. الروح دي حاجه يعني حاجه غاليه قوي، لازم تحافظ على العيالين في روحك. انا كده خلصت المحاضره بتاعتي. ايه ده؟ شكرا.
طبعا.